بيتكلم نفس الكلام تقريبا، لكن ده بقى ما وراهوش غير اتنين بيتكلم عنهم. الأولى أن الأهلي، أو أنا آسف، الزمالك انتصر على النادي الأهلي في قصة أحمد فتوح. مش عارف أنا انتصار إيه اللي بيتكلم عنه. لاعب وجدد مع نادي الأهلي لم ولن يتحدث مع أي لاعب، على الرغم من هو لو كان متاح كان كل حاجة كل شيء جايز، ولكن النادي الأهلي لم يقترب من قريب أو من بعيد من أي حاجة. واحد لاعب بيلعب في نادي جدد مع النادي بتاعه، أنا مالي؟ واللاعب ووكيله وكل الناس أكدوا على هذا الكلام. إدارة النادي الأهلي مش عشوائية، إدارة النادي الأهلي لو عايزة هتاخد، وهتفهم ليه اتعمل كده الأيام اللي جاية، وهتفهم ليه كلامنا واضح وصريح عشان الأيام اللي جاية. بس ليه مش هقدر أقول دلوقتي، بعدين هتعرفوا. النادي الأهلي مش ماشي بالعشوائية، مش علشان مجرد ما لاعب يخلص عقده تتفاوض معاه، لا حضرتك، لا 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 يا فندم، هناك سيستم ونظام وامور فنيه ورؤيه مدير فني يقول انا عايز فلان او مش عايزه، ده الاهم. انا لما جيت للعيب اللي قبلك وقلت عليه، قلت لك ايه؟ كان ايام كابتن حسام البدري، كابتن حسام اللي قال له لا يا جماعه ما ينفعش. ايضا نفس اللاعب اللي انا بتكلم